النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، هل يجوز أن يؤخذ منه؟ والمقصود الثمر إذا كان على الشجر ولم يكن البستان مسورا وليس عليه حارس. يعني أنا مررت فوجدت نخيلا ولم أجد عليه حارسا ولم أجد على البستان سورا، فما الذي يحل وما الذي يحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني من أكل منه وهو محتاج غير متخذ خبنة، يعني لم يضع في ثوبه شيئا وإنما يقطف ويأكل، فلا شيء عليه، هذا جائز. ولذلك ذهب الحنابلة إلى أن من مر بثمر معلق ولا سور له ولا حارس عليه أنه يجوز له أن يأكل منه، لكن لا يجوز أن يضع في جيبه، ولو أراد أن يأكله في البستان، ولا يجوز أن يجمعه في صحن ولو أراد أن يأكله في البستان. وقالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، لكن هل يشترط أن يكون جائعا؟ هذه الرواية في المذهب. أما غير الجائع قالوا ما يجوز أن يأكل ولو من الشجرة، والرواية الأخرى أنه يجوز ولو لم يكن جائعا، لأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حاجة أي ممن يشتهي هذا الرطب، وهذا أرجح والله أعلم، أنه يجوز لمن اشتهاه أن يأكل منه مباشرة. أما من أخرج منه شيئا فهذا في الحقيقة يستحق العقوبة، وفعل حراما باتفاق العلماء. ما هي عقوبته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه غرامة مثليه. إذا كان الثمر الذي أخذه يساوي 100 ريال نأخذ منه 200، وهكذا. والعقوبة أي يعزره القاضي بعقوبة يراها فوق أخذ المثلين.